احنا بدأنا الجولة بقومة فكرية في إطار تابع التطوير ميدان المحكمة، وده ميدان حيوي جدا بيربط أكثر من حي، بيربط حي النزهة، بيربط مدينة نصر المطرية، وحي بنعمل فيه توسيع، بنعمل سيولة مرورية. انتقلنا بعد كده لميدان المطرية، ومدار المطرية كان مهم جدا برضو، احنا معاه بنفس التطوير ويبقى تطوير جمالي ونعمل فيه حركة سيولة، ونسعى دائما لرفع الأطباع الجائلين من ميدان، لأن مدار المطرية بيرتبط بحي عين شمس، بيرتبط بحي زيتون، مرتبط بمصر الجديدة، بيرتبط بحدود أنابية الأفراد. احنا حاليا في سوق إن شاء الله بالتنسيق مع هيئة وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المسلة، مبنى كبير جدا بنحاول نعمله وبنجهزه ان شاء الله، شغالين في نصيب اسواق مجمعه، بنحاول نجمع فيه الباعة الجائرين في الاماكن المنتشره. الباعة الجائرين مشكله على مستوى العاصمه وبنصادفها، وفيها جزء من السلوكيات، يعني بعد ما بندبر المكان وبندبر المحلات للباعة الجائرين بيستلموها ويقفلوها ويرجع تاني المكان اللي كان فيه، ودي مشكله محتاجه متابعه مستمره. وطبعا انا بقول يعني النهارده مش ممكن هتبقى في شرطه متفرغه لكل ميدان الباعة الجائرين، فلازم يبقى في نوع من تعاون المواطنين وسلوكيات المواطنين، رغم ان في مبذول كبير جدا موجود مبذول من قبل الشرطه وشرطه مرافق والاحياء، لكن دي ظاهره محتاجه نوع من السلوكيات وتغيير ثقافه السلوكيات. دخلنا في حي عين شمس، حضرتك لاحظت انا لاحظت اثناء الجوله في بعض التراكمات وشكوى المواطنين من موضوع الخمامه، وتعاملنا معاه على ارض الواقع وخدنا قرار باضافه عدد صناديق خمامه اكثر في المكان ده، وبعض المواطنين اجمعوا على ان العربيه بترفع وبعد شويه الناس بتخد تاني. برضه بقول للمواطن حافظ على منطقتك وعلى بيئتك اللي انت عايش فيها، كلف خاطرك وامشي 5 دقايق لغايه الصندوق وحط فيه الحاجه، بتكسب تحطها في الشارع هتنعكس عليك وعلى ابنك وعلى مراتك وعلى بيتك وعلى اخواتك، ما بيئه في النهايه اللي طالع من مخلفات الارض اللي محطوطه على الارض، المخلفات اللي طالع منها هتنعكس عليك وعلى مراتك. انتقلنا من عين شمس بقى النهارده في حي من اهم الاحياء في العاصمه، حي المرج، بدا بمحور مؤسسه الذكاء ده، انت لما شفتوش قبل ما يتعمل مؤسسه الذكاء كان محور ما تقدرش تمشي فيه عجله او مواطن على رجلين. دي منطقه فراغات كانت عباره عن عشش، كانت مستوليه على المنطقه وكانت معطله عمل استكمال الكوبري. تم التعامل معاهم ان شاء الله واوفينه وتم حصرهم وتم تسكنهم في مرج هناك في عبارات المحافظه.